لا هو المهرجان فكرته يعني هي إتاحة الفرصة مش بس للفنانين لكن فنانين وحتى الأكاديميين باحثين مصممين إن هم يكون ليهم مكان للتلاقي في توقيت معين بشكل مكثف جدا. فكان الفكرة إن احنا بنعمل معرض لعرض الأعمال وده موجود في مركز الجزيرة للفنون وفي نفس الوقت في المركز الثقافي البريطاني. المعرض الهدف منه زي ما قلت قبل كده إتاحة الفرصة للمصريين اللي ليهم ممارسات في النوع ده من الفن إن هم يعرضوا أعمالهم، وفي نفس الوقت نجيب مجموعة من الفنانين الأجانب أو يعني من جنسيات مختلفة سواء من آسيا أو أفريقيا أو أوروبا أو أمريكا إن هم يعرضوا أعمالهم هنا بالنسبة للفنانين المصريين، فيتم النوع ده من التبادل. كان الهدف ان احنا نعمل مؤتمر، المؤتمر ده ندعو فيه اكاديميين وباحثين بشكل عام في الفن الرقمي زائد فنانين بيعرضوا اعمالهم زائد مصممين، وده كان في الجامعه العلمانيه بالقاهره. جم ناس للمؤتمر اكثر من 19 دوله عرضوا اعمالهم ومشاريعهم وابحاثهم، فتم برضه كان بيفتح تاني مجال للاكاديميين المصريين او الباحثين المصريين ان هم يتعرفوا على ناس عندهم نفس الاهتمامات ونفس الممارسات في محتوى تاني غير المحتوى البصري الخاص ببعض الاعمال الفنيه نفسها، لكن في محتوى ابحاث اتقدمت بشكل علمي. كانت فكرة كويسة لأن كتير مهتمين هنا في مصر بده بس مش لاقيين الفرصة إن هم يتعلموا حاجة بشكل علمي.
اخر حاجه كانت موجوده عندنا هي الدي جي كيدز او جزء خاص من نشاط الاطفال. دول اهم اربع انشطه موجودين معانا. في حاجات كتيره جدا صغيره زي ارتستوك، فنانين يتكلموا في بعض الاماكن او بيرفورمانسز بشكل غير رسمي في بعض الاماكن، في بعض المواقع بتاعتنا. الهدف منها هو زي ما قلت ان هو يكون مكثف جدا، انت تقعد فيه اكبر كميه من الانشطه علشان لعل عسى انك تغير حاجه عن سواء كان الفنانين او المتلقي العادي.